توفي شرطي في تونس مساء يوم الأربعاء متأثرا بإصابته في مواجهات الدائرة بين الأمن ومحتجين في محافظة القصرين وسط غربي البلاد. هذا وقد امتدت الاضطرابات والمواجهات إلى عدد من المدن والمحافظات المجاورة مثل سيدي بوزيد وصفاقس وجندوبة وصولا إلى الضواحي الشعبية في تونس العاصمة. سارعت الحكومة التونسية إلى إعلان مجموعة من الإجراءات العاجلة لتهدئة المحتجين واحتواء المظاهرات قبل تطورها. عبر الهاتف مباشرة من تونس معنا الصحفي مختار الدبابي. سيد مختار مساء الخير، أهلا بك معنا. الحكومة إذن أعلنت إجراءات فورية لتهدئة الأوضاع ومحاولة احتواء الاحتجاجات المندلعة، طبعا من ضمنها انتداب عدد من العاطلين عن العمل في برامج توظيف مختلفة. هل هدأت الأوضاع إلى الآن؟ وأيضا هل لك أن تجمل لنا قرارات الحكومة في هذا الصدد؟ مساء النور. التحركات ما زالت معناها تحركات في ولايات في محافظات متعدده، بالاضافه الى القصرين، سيدي بوزيد، صفاقس، جندوبه، سليانه، توزر، قفصه، قبلي التي وصلتها الاحتجاجات مساء اليوم، حيث تم اقتحام مركز مقر الامن ومواجهات في الشوارع بين الشبان وقوات الامن. القرارات الحكوميه التي خصت بها محافظة قصرين زادت من توسيع دائرة الاحتجاجات لأنه مختلف المحافظات تطالب بنفس الامتيازات، وهذا أمر صعب. وأعلن منذ قليل أعلن الناطق الرسمي للحكومة خالد شوكات أن الإجراءات المعلن عنها أمس لفائدة محافظة القصرين ستشمل في المجمل 14 محافظة أخرى. يعني هذا معناه هذا الرقم كبير جدا، لانه انتداب القصرين قيل ان معناها الحكومه قالت انها ستنتدب 5000 شاب عاطل عن العمل من خريجي الجامعات و1500 تقريبا او 1400 من الشبان غير خريجي الجامعات، وهو رقم كبير. اذا هذا الرقم كبير على مستوى محافظه القصرين فضل ذلك ب 15 محافظه ككل. وهناك شكوك حول جدية الحكومة في تنفيذ هذا الإجراء في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها، وفي ظل طلبات وشروط خارجية خاصة صندوق النقد الدولي بوقف التوظيف في القطاع العام كخطوة ضرورية لتعافي الاقتصاد. طيب، يعني رغم هذه القرارات لكن الاحتجاجات لم تهدأ إلى الآن في بعض المدن، ما الذي يريدونه إذن؟ يعني كيف يمكن احتواء هذه التظاهرات؟ بماذا يطالبون الحكومة أكثر؟ هل ربما بقرارات عملية أكثر أو ربما بتوسيع هذه القرارات أو بماذا؟ المسألة تتعلق بانعدام الثقة أساسا، لأنه الإجراءات التي أعلن عنها لفائدة محافظة القصرين إجراءات كبيرة بمعنى بحسب امكانيات البلد، لكن الشبان خاصه خريجي الجامعات الذين يتزعمون التحركات الاحتجاجيه يشكون او لا يثقون في العهود الحكوميه، لانه سبق ان وعدتهم الحكومات خاصه ما بعد الثوره، سواء حكومه السبسي الاولى او حكومات النهضه المتعاقبه او حكومه الصيد الان تحت رئاسه الباجي خالد السبسي، فانه الازمه الثقه والتوسع الاحتجاجات دليل على انه المحتجين يحتاجون الى دلائل، الى تدليل على ان الحكومه فعلا قادره على انتداب 5000 في كل محافظه. فالقصه ليست في انه الاجراءات غير جديه او لا تكفي، المساله مساله ازمه ثقه. طيب سيد مختار، من خلال ربما المعلومات التي استطعت الحصول عليها إلى الآن، ربما باحتكاكك من خلال المقالات الصحفية بالمحتجين، بماذا يطالبون الآن؟ ما الذي يريدونه بالتحديد الآن لكي يهدأ الوضع؟ يعني أنا أتصور أنه الأمر مرهون في بدء يعني الحكومة عدد لا بأس به بالتزامن في أكثر من محافظة. يعني لو الآن سواء من في محافظة القصرين معناها تم فتح المؤسسات العمومية المعنية يعني بالانتداب سواء في المحافظة أو على المستوى المحلي في كل معتمدية، فتحوا الشبابيك أمام الشباب لتقديم الملفات، وهناك جدية في استقبال الطلبات. إذا تم فعليا انتداب عدد أو
يعني ارسال مؤشرات جديه على ان الحكومه جاده في تنفيذ هذه الاجراءات الصعبه، فانه ممكن ان تهدأ الاحتجاجات ظرفيا على الاقل. اشكرك جزيلا على هذه المداخله معنا الصحفي مختار الدبابي، كنت معنا عبر الهاتف مباشره من تونس.